السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمله مع بعض كده قرع العسل. ان شاء الله هنعمله حادق وحلو، نقطعه كده مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل، اهو يا حبيبي نطلع ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. واللب بتاعها ده يتغسل ان شاء الله ويتحمص، ميترماش يعني. قرع العسل ده كله فوائد وجميل، وتجيبوا وتجربوه ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. القشرة بتاعته بتبقى ناشفة شوية، بس ايه، نتحمله عشان الفوائد اللي فيه. اهو يا حبايبي، خلي بالكم انتوا بتقطعوه عشان بيبقى ايه، القشرة بتاعته جامدة شوية، تبقى السكينة كبيرة شوية. بسم الله. خلينا نطلعوها كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن بالسكينة وممكن بالمعلقة عشان ايه خلص كده بسرعة. ممكن تقشرها كده وممكن ايه تقطعها مكعبات وتقشروها، ده ينفع وده ينفع. بس انا قبل ما اقطعها غسلتها كويس برضو، نغسلها تاني بعد ما نقطعوها. كده بتبقى اسهل. دي حبايبي القرقعية دي 3 كيلو. يعني الواحد مش هيعملها كلها مرة واحدة. نجيب ايه حاجه اكبر، خلي بالكوا يا جماعه على ايديكم وانتوا بتقطعوا ده. نعملكم بقى ان شاء الله وصفات حادق وحلو، جربوه ان شاء الله وباذن الله يعجبكم. بس كده تشيروا لنا الفيديو، تفعلوا الجرس عشان كل ان شاء الله اي حاجه توصل لكم باذن الله، وتقولوا لي ايه رايكم. الواحد يعني بيحاول ينوع كده ان شاء الله عشان الحاجات تعجبكم، وباذن الله هنعمله حاجات جديده ان شاء الله.
انا بعمله كده قدامكم عشان تعرفوا انا بقطعه ازاي، بقشره ازاي. ان شاء الله تجيبوه وتجربوه وتقولوا لي عليه. واي حاجه انت عايزينها قولوا لي عليها وانا ان شاء الله هعملها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اكمل دي عشان ما اطولش عليك الفيديو وهوريه لكم ان شاء الله. بصي يا حبايبي بعد ما قطعناه كده ما شاء الله كده، بصي لونه جميل ازاي. دلوقتي ايه، هنفضيه نعبيه في الاكياس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نطلعه منه نعمله منه حادق حلو، نعمله ان شاء الله مع بعضينا. كده نخلي حاجة تاني نعمله مع بعض كده. ممكن نعمله بالبشاميل ان شاء الله، ممكن نعمله في الشوربة. نعمله مربى ان شاء الله. بسم
كده الحمد لله. كده يا حبايبي ده ان شاء الله يوم حاجة كده نعمل ان شاء الله مع بعض عشان نسدف ايه دلوقتي نعمله ايه اللب بتاع قرع العسل ان شاء الله. حبايبي حبيتهم كده كم كيس يعني نقول الكيس كده ثلاثة أربعة خمسة هدول يا حبايبي من واحدة ايه ثلاثة كيلو قرع عسل كده الواحدة ثلاثة كيلو جامد ايه خمس كيس كده ان شاء الله نحطهم في الفريزر وبعد كده نعملهم مع بعض بإذن الله ان شاء الله نعمل ايه لب قرع العسل. بسم الله الرحمن الرحيم كده غسلته وهحطه ايه في الميكروويف يتحمص واكون مدوبه حبه ميه وملح احطهم عليه ميه سخنه وملح كده يبقى ايه مفرغ كده عشان ينشف. ده لب قرع العسل هحطه في الفرن وهروح لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي خلاص بسم الله الرحمن الرحيم والله ريحته جميله جدا جدا. وكده ايه ميه وملح طعم اللب جميل جميل ريحته حلوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم ثانية واحدة كده اتحط كده بعد المية السخنة والملح ثانية وهطلعه كده. حبايبي هتحمص كده ريحته في منتهى الجمال ولا في مبيض يعني بيحطوا له حاجات بيض اللب ولا دي ولا اي حاجه حمصوه كده بالملح وحطه ميه هيبقى في منتهى الجمال مع كوبايه شاي مع عصير ليمون
تبقى احلى حبتين. هاي حبايبي القرع العسل هلأ حطيناه حبينات بسياس، ودول شوية اللب بتاعهم. ان شاء الله هنبتدي بقى نعملوه مع بعض ان شاء الله. بس يعني خلاص الواحد ايه وما تنسناش بقى فعلوا الجرس ولايك، وشكرا على كلامكم الجميل، واشوفكم بخير، والسلام عليكم.